اهل القانون، اتفضل يا فندم. تمام يا فندم، هنتكلم حضرتك بالنسبه للاجراءات اللي تمت بخصوص في نهايه اليوم الاول اللي هو يوم 25/8 اللي كان في مقر النادي في مدينه نصر. تم تكليف حضرتك لجنه من 5 مستشارين من قبل اللجنه العامه المشرفه على الانتخابات برئاسه المستشار شريف بيه حشيش لنقل لعمليه نقل الصناديق من مقر النادي في مدينه نصر للجزيره. اولا تم تشميع صندوق، كل صندوق على حده بمعرفه السيد المستشار رئيس كل لجنه فرعيه بنفسه ومعرفته، وتم مهره بالختم الخاص بالمستشار اللي هو رئيس اللجنه نفسها. تمام؟ تمام. وبالاضافه تم نقل الصناديق تمام بمعرفتنا وتحت بصرنا، وانا كنت عضو، شرفت ان انا اكون عضو من اعضاء اللجنه المكلفه من قبل اللجنه العامه انا واربع مستشارين زمايلي. تم نقل الصناديق تحت بصرنا، وصندوق ما غابش عن عينينا من ساعه ما طلعنا من مدينه نصر لحد ما دخلنا مقر الجزيره. وتم تجميع الصناديق في غرفه تم التاكد من احكام منافذها والشبابيك اللي موجوده فيها، تم حفظها بمعرفتنا ورصد الصناديق بمعرفتنا، وتم غلق الغرفه دي حضرتك بقفل بمعرفتنا ايضا. تم تشميع القفل وتم تشميعه بالشمع الاحمر وتم مهره بالخاتم الخاص بينا. تمام. ما سبناش الصناديق خالص، وتم طبعا عملنا محضر تسليم وسلمناه، وفي ثلاث افراد امن كانوا موجودين امام باب الغرفه لحد ثاني يوم صباحا الساعه 8:30 تم فض التشميع بمعرفتنا، وتم التاكد من سلامه الشمع اللي موجود على القفل الغرفه ووجود الخاتم بتاعنا اللي احنا عملناه بالليل. تمام. ما فيش اي مشكله خالص، وتم نقل الصناديق من مقر الغرفه، غرفه الحفظ اللي كانت موجوده فيها الصناديق، الى مكان انعقاد الجمعيه العموميه ولكن الصاله المغطاه في الاهلي في الجزيره تحت بصرنا ومعرفتنا صندوق، يعني ما فيش صندوق غاب عن عينينا من مكان الغرفه لمكان الصاله. تمام. وتم تسليم تم تسليم الحاجات دي طبعا للجنه العامه مشرفه على الانتخابات برئاسه المستشار شريف بيه حشيش. وتم الساعه 9 تم بقى استئناف عمليه التصويت. ممكن لحد سؤال قبل ما نروح للجزيره واللي حصل فيها، كان صلاه الجمعه انا اتقال حاجه وعايز، انا اكيد عارف بس عايز اتاكد من حضرتك، حضراتكم كنتوا جايبين وصليتوا الجمعه داخل القاعه التصويت؟ مظبوط يا فندم، مظبوط. تمام. سياده المستشار شريف بيه حشيش رئيس اللجنه العامه أمر ادى تعليماته للساده المستشارين ان صلاه الجمعه هنقيم شعائرها ان شاء الله في نفس المكان اللي متواجدين فيه اللي هو ده بالنسبه ليوم الجمعه في مكان انعقاد الجمعيه العموميه. اقمنا شعائر صلاه الجمعه في نفس المكان اللي فيها الصناديق، وقبل كده حضرتك تم اغلاق الصناديق، يعني ما فيش مفتوح، احنا بنصلي ما سيبناش صندوق مفتوح. والصناديق كانت جنبينا وصلينا الظهر في نفس المكان الموجود فيه الصناديق، ما حدش فينا غادر مكان النقاط الجمعيه العموميه وقت الصلاه. يعني حتى وقت الصلاه كانت الصناديق موجوده معانا وتحت بصرنا، وكان كل رئيس لجنه فرعيه اغلق الصندوق بتاعه واتاكد من احكام اغلاقه قبل الصلاه. وعمليه الصلاه ما استغرقتش نص ساعه كلها. تمام. الجزيره وتم الجزيره برضو ثاني يوم. بعد اذن عليك، في نقطه برضه اوضحها. وقت الصلاه السيد المستشار رئيس اللجنه العامه امر بخروج جميع الناخبين من مكان الجمعيه العموميه خارج المكان المخصص للتصويت نهائيا، وتم غلق الباب اللي كان موجود فيه ومنع اي حد من الدخول وقت الصلاه. تمام. تاني يوم رحت الصبح على الجزيره، كان موجود كل الصناديق هناك زي ما حضرتك بتحكي لنا القصه كلها. ايه اللي حصل بعد كده؟ مفيش يا فندم، احنا بقول لحضرتك اخذنا الصناديق من المكان المخصص ليها بالحفظ ونقلناها بمعرفتنا وتحت بصرنا انا وزمايلي الاربع مستشارين اللي كنا مكلفين من اللجنه العامه بمتابعه عمليه تسليم الصناديق، ونقلناها حضرتك من مقر غرفه الحفظ اللي كانت فيه الى مكان انعقاد الجمعيه العموميه للصاله المغطاه. والساعه 9 صباحا امر السيد المستشار شريف بيه حشيش رئيس اللجنه العامه ببدء في استئناف عمليه التصويت لتاني يوم. سياده المستشار اياد عبد الحكيم رئيس اللجنه الفرعيه للنادي الاهلي، مشكورك في انتخابات النادي الاهلي للادلاء بالاصوات في اللائحه الخاصه للنادي الاهلي.